سينا الحقيقة شجرة الزيتون فيها كتير من جدا، يعني من أجود الأراضي التي يمكن أن أزرع فيها زيتون. وكل الواحات عندنا وبيزرعوا واحات. بيزرعوا في الواحات وفي سيوة موجود عندنا طبعا، وعندنا مشاريع تنموية قايمة على عصر الزيتون. طيب دكتورة نهلة، عايزة برضو حضرتك تقولي لي فكرة عن موضوع التراث المعماري اللي عندنا في مصر، طيب والشكل المفترض أن يكون مصري الطابع. بالمناسبة اتصلت بينا قريب أحد الدول العربية المغرب تحديدا، وقالت عايزين نسجل العمارة الصينية، تشتركوا عندكم عمارة صينية. قلنا لهم احنا ملوك العمارة الصينية، وطبعا عندنا تجربة حسن فتحي تجربة مهمة جدا، وعندنا ما زالت لغاية دلوقتي في بعض القرى وفي الواحات عمارة صينية موجودة مميزة، والقباب اللي كانت بتتعمل عندنا في النوبة عندنا رسوم بالطين على بعض الجدران موجودة جدا في العمارة في مصر. عمارة مصر مميزة، واحنا هنا بنهتم بالمهارات لانه الاشكال القديمة جدا من العمارة والاشكال الأثرية هي تبع اتفاقية. ويعني يا ريت حتى يعني نستلهم روح هذه العمارة المصرية القديمة في الأماكن الجديدة، حتى يكون لمدننا طابع معين أو لأحيائنا طابع معين حتى. ده حقيقي، احنا يعني إجمالا احنا لدينا كنز، واحنا دلوقتي في مرحلة البحث عن الكنز المفقود، لأنه هو ممكن يكون يستخدم في كافة مناحي الحياة، من أول أكلنا لشربنا لاحتفالاتنا لشكل مسكننا لغاية الكليم اللي بنحطه في بيتنا. صحيح. لدينا بنية ثقافية آن أوان استخراجها، وتبقى هي دي الثروة، مورد حقيقي للتنمية في مصر إن شاء الله.